صباح الخير لبنات، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله. كي دايرين حبابكم، والديكم، وليداتكم، ازواج ديالكم؟ انتوما تكونوا بخير، هانين، مرتاحين، اموركم مزيانة ان شاء الله. اليوم غندير معكم فيديو اللي غيكون بسيط، فيديو العائلات المغربية اللي كيكون ملي كنوضو مع الصباح اشنو كنديرو. اول حاجه نشارك معكم، اليوم ما كنكونش خدامه، الروتين نديرو اليوم روتين بيتي. اللي كتكوني باركه في الدار اشنو كديري؟ الامور البسيطه اللي في اي عائله كتلقايها ضروري ما كتسبقه هو الاول، اللي هو من اول حاجه قبل اللي كتفطري كتنوضي كتبغي تجمعي كتقادي باش يلا كتبرك تدخل الكوزينه وكتشقاي مرتاحه وبخير وعلى خير. اول حاجه من اللي نات جمعت الصالون المتواضع، نوريكم صالوننا. الصالون اللي هو هذا صالون بسيط، صالون بلدي عادي، صافي قاديتو مسح الطبيلات الشطابت، قاديت المخدات، صافي هادشي اللي فيه. هذا هو الصالون ديالنا، من بعد ما طرفتو وقاديتو الناس كتعرفوا الواحد بلي كيكون خدام ضروري ما كتنوضي كتبغي تطرفي كتبغي تجمعي القنات، مسحي تشطبي. هذا هو الصالون، الناس سمحوا لي لانني ما عنديش مع التصوير بزاف، ما عنديش بخصوص البدايه، كتجيك فيها التصوير شويه ثقيل، ما كتقديش تصوري، ما كتقديش تهضري بزاف. شجعوني شجعوني باش نبقى نصور بزاف، لان ما كنقدش نبقى نصور. انا البنات من بعد ما قديت الصالون وشطبت هذا، جيت لهاد البيت تاع الكلاص هوايا جمعتو، شطبتو. عرفو البنات ضروري خاصك ديري دورة، تمسحي تجمعي تحيدي اللي ما خداماش، حطي اللي خدامة. هذا هو البيت البنات تاع الكلاس، كتقولي تحيدي عليك الجميع هو الاول، تا تقادي بعدا باش لا جا شي حد بغى يبرك يصيب كلشي مجموع كلشي مقاد مشطب الدنيا. هذيك الساعه كتدخلي الكوزينه كتدخلي مرتاحه، يعني اي حاجه درتيها فيها كتكوني مرتاحه، عارفه كلشي مقاد كلشي في بلاصتو، اللي جاي يبرك مرتاح ولا ما تبقاي تنوضي لهذا لا تنوضي للاخر. هذا هو البيت تاع الكلاس البنات، من بعد البنات جيت للمراح حتى هويا، المراح كنبركو فيه بزاف، اكثريه هو اللي تنبركو فيه، تناكلو فيه، كنبركو كنتفرجو فيه. هو هذا المراح عندنا، واخا صغير مي هويا كتعجبنا في البركه ديالو، بركه متيوله مقاده مع التلفازه. المهم الواحد كيجمع الدنيا كيقاد كيحط كل حاجه في بلاصتها كيمسح يشطب، هذيك الساعه كيرتاح. هذا
هذا هو المريح، ديرين فيه غير طبيلة صغيرة. لا كاملين كنكونو حنا بوحدنا، مكيكون معنا حتى شي حد كنبركو فيه. الانسان ملي كيقعد كتجي لابابو تا هويا كتمسحي كتقادي. شارك الغسيل ضروري باكي يتلمع، وبيض ضروري خاصك نطويه. هذا هو لابابو، هذا ديرينو على المراح اللي كلينو ديغسل. ودابا البنات من بعد ما وريتكم بانني شطرفت شقيت قاديت، ان شاء الله ندخل الكوزينه ندير شي غدا اللي هو بسيط بخصوص كاين غير انا والاب ديالي والاخ ديالي، نديرو شي غدا اللي ساهله تي ان شاء الله نشارك معكم. البنات اللي ساليت الشقه كملت الشقه كامل نطويت الدنيا زدت حط الكوزينه، درت غليوة خفيفة اللي هو طاجين، طاجين درته بالقيمة، درت شوية اللحم ودرت العطرية عادية اللي هو البزار، سكين كبير، الحقم البلدي، درت شوية الملون اللي بغا اختياري، وجوج عويدات تاع القرفة، درت شوية درت البصلة، واحد نص بصلة غير باش نقليه شوية الربيع، وهذا. والثومة واحد جوج فصوص صغار تاع الثومة صافي، ودرت يتقلى شوية الزيت وشوية الماء صافي، درتو يتقلى يتقلى ونديرو الخضيرة ديالنا. مصرفش لي شتليا كيما عاد طفلي دابا، مصرفش لي شتليا تيليفون باش نصور، يعني تا رديت ودرت عاد هاديك الساعة هدرت معاكم وقلت لكم اشنو كان. من بعد ما يتقلى وفاه معاكم وراكم، من بعد ما نسقط الخضرة ديالي من بعد البنات من دايره مخليها يتقلى واحد شويه. الخضيرات اللي دايره انا دايره خيزو، دايره بطاطا، دايره هادي القرعه كوجات، دايره شويه الفلفله شويتها، ودايره البصله. الخضره كتبقى اختياريه، كل واحد يدير داكشي اللي كيبغي داكشي اللي كياكل. بالنسبه لدابا راه البصله تبارك الله موجوده وزوينه وكتجي فن، بالخصوص مع هادي مع الفلفله مشويه. والطويجين كتعرفي كاع جميع انواع الخضر كيجي فيهم زوينين. من بعد ان شاء الله ما يتقلى ونرمي الخضيره ديالي ونوريكم الطاجين كيف داير. البنات على فكره راه كلشي كيعرف، راه غير كل واحد كيبغي يشارك معاكم الروتين ديالو اليومي او اشنو تايدير. اما تبارك الله كلشي البنات يعرفوا يطيبوا، كلشي البنات تبارك الله ذواقات، وكل واحد كيدير داكشي اللي كيبغي وداكشي اللي كيرتاح فيه. من بعد البنات ما كيتقلل اللحم كتحاولي كدير واحد شويه تاع المويه، ما كتقويش بزاف صافي، كتبر كتستوي في خضيرتك، كديري خيزو هو الاول، كتبعي بطاطا، كتبعي قريعه، كتبعي بصيله، وكديري ديك الفلفله مشويه، كديري شويه الزيتون، ولا عندك شي حامض مصير ولا حامض كيف ما بغى يكون، كديري واحد شويه كيعطي بنتو تا هو زوينه. كتسدي عليه صافي، كتغطي وكتخليه حتى يطيب. هذا هو الطاجين المتواضع اللي درت اليوم. طاجين البنات هو هذا، من بعد ما طاب كيف كيجي، كيجي زوين صراحه، بسيط سهل. هذه هي غديوتنا المتواضعه، نتمنى انها تعجبكم. شاركت معكم البنات كيف دوزت نهاري اليوم، شنو درت البنات. انا جيت من بعد ما شاركت معكم الروتين ديالي اليوم اللي درت لي شو، وريتكم المراحل، ماشي المراحل كلها، مي وريتكم غير شويه شويه من الحاجه، يعني كيفاش كندوز النهار ملي كنكون ما خدامهش، كنكون في الدار، بخصوص ملي كنكون بوحدي، ما كتكونش ماما اللي هي كدير حاجه وانا كندير حاجه. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، كنتمنى انكم تشجعوني من كل قلبي يا سيدي ربي، تدعموني ت
كيف نقول لها انكم تشجعوني تشجعوني، لانني ما كنقدش نبقى شاده التليفون نصور، ما كنقدش نبقى نهضر بزاف. مي كنتمنى انني نبقى نشارك معكم فيديوهات. الاهم حاجه انا بالنسبه لي اللي بغيت ندير البساطه، الحاجه اللي كتكون بسيطه اللي في المتناول اي شخص واللي اي واحد ممكن يديرها. بغيت هذيك البساطه، لان ما كاين ما احسن من شي حاجه بسيطه بزاف. اول حاجه كتكوني مريحه فيها، وكتكوني كتكوني انت هي هذيك على الطبيعه ديالك، وتا اي حد كيشوفك يعني كيشوفك هذيك البساطه، هذيك هذاك العادي. لان ماشي احنا خاصنا تا نديرو واو عاد كنقولوا احنا درنا، لا، نديرو الحوايج اللي بساطين اللي في المتناول لاي حد يديرهم. نشاركو كيف ما كانوا عايشين والدينا، نعيشو حتى حنايا، ما نبقاوش نضخموا الامور. لا اجي نديرو واو، هذاك الشيء كيكون مره في المناسبات، مره نبغيو نفرحو، مره مع عائلتنا. مي نبينو الحوايج العادي اللي احنا دائما تنعيشوها، اللي دائما حنايا كنكونوا بها. هذا الشيء هو اللي بغيت نوريكم. نتمنى من كل قلبي انني نبقى نشارك معكم روتينات وصفات بالنسبه للطبخ، وصفات بالنسبه للوجه ولا الشعر ولا هكا. واهم حاجه انا بالنسبه لي المبدا ديالي هما يكونوا في المتناول ويكونوا متوفرين في اي بيت، في اي بلاصه مشيتي لها كتلقاي هذوك المواد اللي انت كديري، باش كتجيك ساهله ملي كتنوضي كتبغي ديري الحاجه كتقولي بلاتي هذه كاينه. ما كنبقاش نفكر لا خاصني هذه وخاصني تنجيب هذه وهذه منين غنجيبها وهذه ما عنديش باش نجيبها. من الاحسن ان الحوايج اللي يكونوا في الدار يكونوا بساطين وسهلين. كنتمنى من كل قلبي انه الفيديو تاع اليوم يعجبكم، وتشجعوني فيه وتكتبوا لي كومونتيرات زوينه. وما تنسوش انكم عافاكم لما حاولوا تبارطاجيو هاد لي فيديوهات مع الاحباب ديالكم، مع الاصحاب ديالكم، مع الصديقات ديالكم، مع اي حد اللي هو كيكون مهتم بحال هكا، يبغي يشوف حوايج اللي هما بساطين، حوايج اللي هما عاديين. نستافدوا من بعضياتنا، نوريو لبعضياتنا، نتعلموا ونعلموا. شوفي هذاك الشيء كيكون بحال على فكره، غير حنا كنبغيو نشوفوا الحوايج وحنا نطبقوا، الناس يستافدوا منه وحنا نستافدوا من الناس، يكون واحد توازن. ان شاء الله هذا الفيديو بغيت يكون خفيف ظريف عليكم. ان شاء الله ملي نكون في الدار نحاول ما امكن انني ولو حوايج بساطين نديرهم معاكم. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، على لي كومونتير الزوين ديالكم. واخا انا يلاه باديه وفي هذا ما حاولت حتى فيديوهات نظرا للظروف اللي ما كاين عندنا في العائله، هي اللي ما خلاتنيش وما زعمتنيش انني نبقى نلوح لي فيديوهات وانني نشارك معكم اي حاجه كاينه. ولكن كنتمنى من كل قلبي ان شاء الله من القدام ندير معكم حوايج يكونوا زوينين، نخرجكم بزاف البلايص اللي يكونوا زوينين، نشارك معكم الحياه ديالي اليوميه ان شاء الله. شكرا بزاف، ونقول لكم بسلامه الى فيديو لاحق ان شاء الله.